أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سألني أحد هل أنت مؤمن، فهل يمكن أن أقول أنا مؤمن وأقصد أني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ يعني أنت في بلاد كفر ولا يدري أنك مؤمن ولا يدري أنك مسلم، يسألك تقول أنا مسلم؟ لا بأس، لا تقول أنا مؤمن، قل أنا مسلم إذا كنت في بلاد كفر. أما إذا كنت في بلاد المسلمين فلا حاجة إلى السؤال هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.